قسما بكل مدرج بدمائه، قسما بتراب الأرض ممزوجا دما، قسما بعزة شامنا وجلالها وجمالها، قسما سنأخذ من أراد بكيده غدر الشآم بما أراد. الصحفية الروسية أناستازيا بوبوفا مراسلة قناة روسيا 24 تقدم لسكرتاريا هيئة الأمم المتحدة وثائقة تثبت استخدام الإرهابيين المتمردين المتطرفين في سوريا أسلحة كيميائية ضد الشعب السوري، خصوصا في منطقة خان العسل القريبة من حلب، مفندة بذلك كل الادعاءات والمزاعم التي أطلقتها دول غربية وإقليمية وحاولت إهام الجيش العربي السوري بذلك في محاولة لاستغلالها كذريعة للتدخل في سوريا. وأوضحت بوبوفا التي عملت في أواخر شهر آذار الماضي على إعداد تقرير مصور حول استخدام أسلحة كيميائية في حلب في حديث لموقع روسيا اليوم أنها شاهدت في منطقة خان العسل بقايا صواريخ يدوية كانت تحمل مواد كيميائية سامة، وأضافت إن سكان المنطقة أكدوا لها أن سقوط الصواريخ التي أطلقها مسلحون ترافق بانبعاث دخان ورائحة شديدة وأدى إلى تلوث الأرض في مكان سقوطها، وأسفر عن إصابة الكثير من الأشخاص ونفوق العديد من الحيوانات. وكانت بوبوفا أعدت تقريراً صحفياً في شهر آذار الماضي عن الأوضاع في مدينة حلب، نقلت فيه شهادات لأهالي المدينة والقرى المجاورة لها حول الممارسات والأعمال الإجرامية التي ترتكبها المجموعات الإرهابية المسلحة بحق الأهالي وممتلكاتهم وأرزاقهم. وأوضحت الصحفية الروسية في تقريرها أنه وبعد مرور أسبوع على سقوط القذيفة التي تحمل حشوة كيميائية في خان العسل، كان غالبية الناس الذين أسعفوا إلى المشفى جراء الاختناق قد توفوا. وقالت إذا كانت المادة هي الكلور فيرجح أنهم يأخذونها من معمل سوري بلغاري ينتج مواد كيميائية تستخدم لتنقية الماء يبعد 40 كيلومتراً عن حلب، تسيطر عليه مجموعات إرهابية من جبهة النصرة منذ فترة طويلة. يذكر أن الهجوم الإرهابي الذي نفذته المجموعات الإرهابية المسلحة بأسلحة كيميائية على منطقة خان العسل أدى إلى سقوط أكثر من 25 شهيداً وعشرات المصابين، وتقدمت الحكومة السورية بعده بطلب من الأمم المتحدة لإجراء تحقيق مستقل ونزيه وشفاف في هذا الحادث، إلا أن بعض الدول الغربية الأعضاء في مجلس الأمن الدولي حاولت استغلال الحادثة لتستخدمها لأهداف أخرى. فإلى متى سيظل العالم يتعامى عمداً عن رؤية حقيقة ما يجري في سوريا؟ قسماً بصادق وعدنا بطول الصبر أفرغه علينا الله، أودع في ضمائرنا وأجرى في سواعدنا من سر أسماء له معنى العزيز المقتدر. قسماً سنأخذ من أراد بكيده غدر الشام بما أراد، قسماً بذاك ونحن الصادقون